واحنا بناخد احتياطاتنا معانا الكحول والكلور، وبين كل زبون وزبون بنعقم الكنبه اللي ورا بالمخاخ بتاع الكلور ومسحها كده بالمنديل عشان ما نشيرش يعني ما يبقاش سبب في انتشار فيروس. طبعا الاعلام اتكلم ان موضوع الكورونا ده مع السكر والامراض المزمنه صعب. انا قعدت في البيت اكتر من اسبوع، وبعدين هصرف منين على عيالي واجيب فلوس منين واكلهم من ازاي؟ فاخويا برضو كلمني كده في التليفون وقال لي عامل ايه ومش عامل، قلت له قاعد في البيت والدنيا بايظه معايا خالص، خايف انزل عشان السكر والكلام ده. قال لي طب انا عندي فكره تعالى ننفذها مع بعض. فعلا ما كدبتش خبر، رحت واخد العربيه ورحت رايح له، لقيته جايب المشمع وجايب الفكره دي وطبقها وعملها، وطلعت اشتغلت بيها زي الفل. السلام عليكم استاذ عارف. والله في بعض الناس كانت يعني رد فعل الناس بالنسبه لي انا كان متغير، يعني في ناس كانت رافضه فكره انها تركب ورا، انا ما بركبش ورا اركب قدام. لما بفهمه بقى وجهه نظري وان بخاف عليه وبخاف على نفسي وده حاجه امل لي وليا وانه بعقم ورا، فبيطمن فبيضطر يركب. المفروض سواقي التاكسي كلها عامه يعني او اللي بيتعاملوا في القطاع بتاع المواصلات دوت يعمل فكره العازل الخلفي دي. بالنسبه للفلوس هيعرف ياخدها يعقمها بالكحول، ولازم يعقم العربيه بين كل زبون وزبون، دي مساله ضمير. انا مش هساعد على انتشار الفيروس، انا صعب عليا ان انا اكون سبب ان واحد غيري يبقى مريض. ما انا لو ده جاله فيروس وده جاله فيروس، بلد كلها يبقى فيها فيروس، هنقعد كلنا في البيت ومحدش هيشتغل. اللي يقول لك هموت من الجوع عشان الحظر، لا انت كده كده غصب عنك هتقعد بقى عيان ومريض في البيت. فلازم تحافظ على نفسك، تحافظ على الناس اللي بتركب معاك، والناس اللي معاك امانه. يعني الزبون اللي بيركب معاك ده امانه، زي ما انت لازم تاخد بالك منه وانت سايق وما تعملش حادثه بيه او ما تجريش بسرعه او ما تتوتروش او ما برضه صحته مجذوبه منك، يعني انت لازم تحافظ عليه.